بالشكل ده كده دور عين كده سهلة يا كابتن بقول لك ايه خير لو في واحده شدتني من شعرك بالشكل ده اعمل ايه بالشكل ده كده اهو ايوه كل انت هتعمليها تحطي ايدك على ايدي ماسكه الشعر وتسحبيها لتحت كده بالطريقه دي كده هصدر عليها سين سهله بالتوفيق يا كابتن خير لو واحده ماسكاني بالشكل ده اعمل معاها ايه تتصرفي معاها ازاي ايوه هعمل ايدي كده زي البلحه تمام وهاجي اضغطها على الايد على ظهر القبضه هنا وبايدي الثانيه اضغطها كده اهو بالشكل ده سهله سهل بالتوفيق يا كابتن بقول لك ايه خير لو في واحده مسكتني بالشكل ده اعمل ايه بالشكل ده كده اهو ايوه بالكوع وفي الدقن كده لازم غصب عنها هتسيب سهله بالتوفيق يا كابتن خير عامل ايه لو في واحده تسكني بالشكل ده ممسوخه من هدومك بالشكل ده ايوه كل اللي انا هعمله براحتي الايد من هنا هضرب عند الفك ومن الناحيه الثانيه هضرب فوق الحاجب بالشكل ده كده ايوه بالظبط كده سهله سهله بالتوفيق يا كابتن يا مستر مستر ايه يا بنتي؟ ايه انا اسفه يا كابتن بقول لك لو في واحده مسكتني بالشكل ده اعمل ايه وخناني كده الطريقه دي كده اهو ايوه بايدي الثانيه واعملها قبضه كده لا بايدي الثانيه كده واعملها قبضه وجنب القبضه في الفك كده سهله بالتوفيق يا كابتن خير اعمل ايه لما حد ينشف ايده على ايدي كده برضه السلام الناشف الصعب ده ايوه بايدي دي ايدي الثانيه هلف كده من فوق ايديها كده ايوه واخلي كوعها تحت ايدي تمام وبايدي الثانيه اروح على ايدي دي كده تمام واضغط لتحت سيبيني يبقى انا كده ايه سيطرت عليها برافو عليكي سهله ايوه سهله جدا بالتوفيق ميرسي يا كابتن تعالي بقى انا حاجه كابتن بقول لك ايه خير لو واحده ماسكاها بالشكل ده اعمل معاها ايه بالشكل ده كده اهو بالشكل ده كل اللي انا هعمله ان انا بروح الايد في دور العين كده غصب عنها لازم تسيب سهله بالتوفيق سيبيني يا كابتن في ايه تاني؟ اعمل ايه لما حد يشدني كده؟ مسحوبه بالشكل ده؟ ايوه كل اللي انا هعمله ان انا هضغط على ايدي اللي ماسكاني كده بالشكل ده وهطلع بكوعي على كوعها وانزل كده اهو كده؟ لا تاني لا لا تاني 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 اعمليها تاني اعمليها تاني هي بتسحبك كده هضغط على الايد كده تمام واطلع على الكوع كده بالظبط كده يبقى انا كده ايه سيطرت عليها سهله؟ سهله بالتوفيق شكرا يا كابتن يا مستر مستر برضه يا كابتن انا اسفه معلش دلوقتي اعمل ايه لو واحده ضربتني بالقلم بالشكل ده كده اهو ايوه كل انت هتعمليه ده انا هصب الضربه ده مش بالشكل ده الطريقه دي كده اهو واضرب كده اصب واضرب في نفس الوقت وكده انا سيطرت عليها سهله سهله بالتوفيق يا كابتن خير عامل ايه لو في واحده تشدني من شعري كده بالطريقه دي ايوه كل اللي انت هتعمليه ان انت هتثبتي ايدك على ايدي اللي ماسكه الشعر وهلف من الناحيه الثانيه كده اهو بالايد دي واطلع ايه اضغط على الحنجره لغايه ما هي تسيب كده بالظبط كده سهله سهله بالتوفيق شكرا